مساء الخير على كل مشاهدينا على قناة الصحة والجمال. رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنتكلم معاكم على موضوع مهم طبعا، يهم كل الناس. كل الناس بتبقى مهتمة بيه، اللي هو الجمال. الجمال ده حاجة مهمة جدا، حاجة حلوة جدا. يعني ربنا جميل، بيحب الجمال. الجمال ده في كل حاجة، في كل حاجة موجودة في شخصيتنا، مش بس يعني شكلنا ولا الشخصية، هي كل حاجة. أهم حاجة فيها اللي بيميزك الجمال. هنتكلم النهاردة عن جمال من نوع خاص شوية. هنخص الجمال في حتة معينة، وهي جمال الأسنان. جمال سنانك هو بيخلي جمال ابتسامتك حلو قوي، والابتسامة مهمة جدا عشان خاطر بتفتح لك بيبان وحاجات حلوة كتير قوي. الابتسامة هي النور اللي بيدخل، هي الباب اللي بيدخل النور لقلبنا، بيدخل حاجات حلوة كتير قوي فينا، بيخلي يومنا مليان طاقة وتفاؤل والحاجات دي كلها. فالنهاردة نتكلم عن جمال الابتسامة وازاي ابتسامتك تبقى جميلة مع مراكز تو سمايل. ومعانا دكتورة هبة النهاردة تتكلم معانا عن تجميل الأسنان. دكتورة هبة، زي حضرتك. دكتورة هبة استشاري تجميل الأسنان بجامعة عين شمس، الحاصلة على زمالة علاج تجميل الأسنان بالليزر جامعة جونا إيطاليا، وحاصلة على دبلوم علاج وتجميل الأسنان بالليزر من جامعة القاهرة، وزمالة جامعة ماست في العلوم الليزر وماجستير الحشو التجميلي والعلاج التحفظي من جامعة الأزهر. زي حضرتك يا دكتور، أخبار حضرتك الحمد إيه؟ الحمد لله. النهاردة بقى هنتكلم حلقة خاصة جدا مميزة معنا، نتكلم عايزين نتكلم فيها عن التجميل، وعايزين نتكلم فيها عن كل حاجة تخص تجميل الأسنان، وزي سناننا تبقى حلوة، وزي ابتسامتنا كمان تبقى حلوة إن شاء الله تبقى حلوة. بس قبل ما نخش في التجميل وقبل ما نتكلم عن تجميل الأسنان، أنا عايزة أعرف إزاي أقدر أحكم على عيادة الأسنان اللي أنا بروحها. يعني قبل ما أروح العيادة أعرف إزاي إن العيادة دي كويسة، مناسبة بالنسبة لي مش مناسبة. فمحتاجة أعرف من حضرتك إزاي ده أنا أقدر أحدده، لأني أنا مش دكتورة. بس حضرتك طبعا أكيد هتقول لنا الطريقة الصح. طبعا دلوقتي عيادة الأسنان عشان أقدر أحكم عليها في كذا معيار أنا بحكم بيه على المكان اللي أنا داخلاه. طبعا أهم حاجة في عيادة أسنان اللي بتقلق كل الناس هي التعقيم. فمن حق المريض انه يسال على التعقيم بيتم ازاي. ناس كتير بتتكسف جدا من الموضوع ده وبتعتبر ان ده سؤال ما يصحش يتسال. لا، حضرتك من حقك تسال وانت داخل العياده الادوات دي بتتعقم ازاي، ايه اللي بيحصل فيها. فعندنا في المركز، مثلا في مركز تو سمايل، زي ما انتوا شفتوا في البرومو، التعقيم ليه وحده مركزيه، وفي وحده مركزيه لكل فرع من فروعنا. الثلاث فروع ليه كل فرع وحده مركزيه للتعقيم. التعقيم ده مش جهاز اوتوكلاف. تمام. التعقيم ده انا ممكن ابقى جايبه اغلى جهاز اوتوكلاف لكن بعقم غلط. أوكي. الفكره ان الخطوات والتحضير اللي بتحضري بيه الادوات علشان تخش التعقيم هي دي اللي بتخلي الاداه يا معقمه يا مش معقمه. فاحنا عندنا مثلا الاداه بتخش اربع مراحل قبل ما تخش الاوتوكلاف. طبعا. عندك مثلا اول جهاز اللي هو الالتراسونيك كلينر، انا بعمل ذبذبات فوق صوتيه بتشيل كل العوالق والرواسب اللي فوق الاداه علشان انظفها تماما، وبحط مواد كيماويه انزيميه هي دي اللي بتخلي لي السطح املس ونظيف تماما، وبعدين بتتنظف بمواد صلبه وخشنه جدا، وبعدين تتغلف، وبعدين تخش الاوتوكلاف. يعني انا عندي اربع مراحل بتمر فيها الاداه قبل ما تخش الاوتوكلاف. بالطريقه دي ابقى انا ضمنت وشفت بعيني الادوات بتتعقم ازاي، فانا كده ببقى قاعده حاسه بامان وباطمئنان. حاجه كمان برضو لازم اسال عليها وانا داخله عياده الاسنان، هل في استشاري او دكتور مختص بكل تخصص ولا لا؟ دلوقتي ما بقاش دكتور الاسنان اللي بيعمل كل حاجه. فالمكان اللي حضرتك داخلاه لو لقيتي سالتي استشاري لعلاج الجذور، في استشاري للتجميل، استشاري للاطفال، استشاري للجراحه. يعني مثلا احنا عندنا الجراحه لوحدها ثلاث استشاريين، استشاري زراعه، استشاري ماكسيلو فيشيل اللي هو جراحه وجه وفكين، استشاري جراحة أطفال. يعني هي احنا كل تخصص كل ليه دكتور تخصص خاص بيه، وكل تخصص أصلا في تحت منه كمان كذا كذا تخصص كذا تاني تخصص. فالموضوع طالما احنا بندي حتة صغيرة قوي أو تخصص صغير أو فرعية من تخصص لحد مهتم بيه أو حد درسه كويس قوي، هو ده اللي يضمن لك نجاح الشغل اللي انت هتعمليه. تمام. خاصة ان احنا اصلا في كورونا كمان، والقلق اللي بيحصل في البلد وفي العالم كله طبعاً. التعقيم والنظافة والحاجات دي كلها. فطبعا ده يعني دي حاجة تميز تو سمايل. احنا تابعنا يعني شفنا الفيديو والبرومو والحاجات دي كلها، فطبعا تو سمايل مميزة جدا بحتة التعقيم. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا بعد طبعا موضوع كورونا جبنا اجهزة تانية اضافية غير اجهزة التعقيم اللي عندنا من الاول، بتنقي الجو، يعني بتعمل سايكل او دورة
للهواء وحضرتك قاعده في غرفه الكشف، بيحصل دوره تنقيه للهواء الغرفه اللي حضرتك قاعده فيها، فيها جهاز بينقي الجو بيخش على جهاز فيه الترا فايلوت بيعقم الهواء ويخرج منه، ونفس الجهاز فيه ساكشن او شفط للرذاذ اللي بيخرج من الاجهزه بتاعتنا والرذاذ اللي خارج من نفس حضرتك ونفس كل اللي واقفين، علشان ما يبقاش فيه اي احتمال ولو كان بسيط لاي اصابه او نقل للعدوى. يا جماعه احنا كده نروح كلنا تو سمايل بقى، كلنا نروح تو سمايل هناك نتعقم ونكشف ونعمل كل حاجه. تنوري. ميرسي يا دكتور. ربنا يخليك. طب احنا عايزين نعرف يا دكتور ايه اللي بيميز دكتور الاسنان تجميل الاسنان عن اي دكتور تاني؟ يعني ليه مقسومه نصين دكتور تجميل الاسنان بيبقى مختلف عن دكتور التاني؟ هقول لك، دكتور تجميل الاسنان بالذات ليه مميزات خاصه شويه. اولا هو لازم يبقى باله طويل جدا. لازم يبقى عنده حس او لمسه فنيه بتبقى يعني عينه حساسه جدا لدرجات اللون، ايده حساسه جدا وايده فيها لمسه فنيه يمكن تبقى مختلفه شويه عن التخصصات التانيه. دكتور التجميل بيقعد مع المريض ممكن قعدتين وثلاثه علشان ياخد بس من المريض، يدخل جوه دماغه ويعرف انا عايز اعمل الابتسامه الجميله ليه. يعني حضرتك عايزها علشان مثلا هل ليها علاقه بعمل حضرتك، هل ليها علاقه بالكوميونتي اللي حضرتك بتقعد فيه، هل ليها علاقه بثقتك بنفسك. انا علشان اقدر اوصل للمريض عايز ليه يعمل ابتسامته، دي حاجه بتاخد وقت. فالموضوع تاخدي شويه كلام والحاجات دي تعرفي شخصيته اكتر، هو محتاج ايه، خاصه ان البني ادمين عامه الناس متذبذبه جدا في حوار انها تبقى متردده ما بين ان انا اللون ده كويس طب اللون ده لا، خاصه لما بتعمل حاجه جديده مختلفه عنها ده بيخوف شويه. بس يعني حضرتك ما بتجيش تزهقي مثلا من الحالات خالص. يعني مفيش حاله مثلا بتضايقك؟ انا لا. عارفه طبعا حضرتك يا دكتوره هبه يعني الايد السحريه بتاعه التجميل في تو سمايل طبعا. لا انا هقول لحضرتك حاجه، الدكتور التجميل بالذات تجميل الاسنان لازم اولا المريض بيبقى جاي له مريض مش متالم، مش تعبان، مش انت في حاله ايمرجنسي وبسرعه لازم تتصرفي، لا بالعكس، ده المريض الوحيد اللي بيشاركك القرار. لكن في اي تخصص تاني انت بتاخدي قرار لوحدك والدكتور بياخد قرار لوحده وبيمشي فيه، لان هو ده اللي فيه مصلحه المريض. لا انا هنا عشان القرار مش قراري لوحدي، فالموضوع بيبقى فيه حته مشاركه مع المريض، لازم ابقى متاكده ان هو راضي تماما 100% عن شكل ابتسامته، وبوري له بروفا واثنين وثلاثه، بروفا فيرتشوال وبروفا فعلا حقيقيه في اسنانه، لحد ما يرضى تماما عن الشكل اللي هو هيبقى عليه بعد كده. فالموضوع في حته مشاركه شويه ما بين الدكتور والمريض، فدي حته شويه متخصصه في تجميل الاسنان غير يمكن التخصصات التانيه، الدكتور بياخد القرار ويمشي لوحده. تمام يا دكتور. لا يعني ربنا يكون في عون حضرتك بصراحه في القصه دي، وجزئيه ان انت تقنعي اصلا حد ان هو شكله حلو باللون ده او ان اللون ده اكتر حاجه مناسبه عليه، ده بالنسبه لي يعني ده مجهود اصلا. ده فعلا ده حقيقي. بس هي طبعا في الاخر لما بيلاقي المنتج اللي طالع في الاخر والابتسامه جميله ولايقه على لون بشرته، لايقه على لون بياض عينيه، يعني احنا في بارامترز كتير بنحدد على اساسها. أوكي. الموضوع ما بيبقاش متساب كده. أيوة. لقرار لا الدكتور ولا المريض، هي في معادلات حسابية بنطبقها لحد ما اقدر اطلع الابتسامة الجميلة المناسبة للوش ده. ده الموضوع كبير قوي. طب يا دكتور احنا عايزين نعرف، هو تجميل الاسنان ده ليه انواع؟ يعني في انواع مختلفه ولا هو بس اللي احنا بنسمع عنه مثلا هوليود سمايل، تبييض، الحاجات دي، ولا هو في انواع تانية مختلفه كتير عن اللي احنا عن الحاجات دي؟ يعني محتاجين نعرف اكتر. ده طبعا من حضرتك، يعني فرصه نستغل حضرتك النهارده. ربنا يخليكي. بصي تجميل الاسنان بيبدا اولا، عشان الناس كلها واخده فكره ان تجميل الاسنان هي ان انا بس ابيض او ان انا اعمل هوليوود سمايل او لا، هو تجميل الاسنان بيبدا حتى باللثه. يعني انا ما اقدرش مثلا ان انا اعمل تبييض ولا اعمل تركيب لاسناني فينيرز او كراونز وانا لسه مش واخده بالي من اللثه. يعني مثلا عندنا لو خدنا بالنا من الصوره دي مثلا اللي هي بتاعه تقصير اللثه. أيوة معانا الصوره هي تطلع. مثلا الصوره دي احنا هنا عملنا، المريض ده ما عملش حاجه في سنانه، لو حضرتك تاخدي بالك هو لا عمل تبييض ولا تركيب، هو كانت مشكلته في ايه؟ هو حاسس ان هو جامي سمايل، يعني الابتسامه بتاعته لثويه. المجرد ان احنا بس عملنا بالليزر
تقصير للثه وحردناها داير ما يدور الاسنان خلت شكل حلو جدا لابتسامته، وحس ان هو عمل اي يعني عمل انجاز كتير. لو شفنا مثلا الصوره اللي بعدها، ايوه هي معانا نفس الفكره. بصي لو حضرتك خدتي بالك، أيوة هي الابتسامه اختلفت تماما بمجرد ان احنا ظبطنا شكل اللثه وطولنا في الاسنان. هنا مثلا ده يعتبر ابسط انواع التجميل. مثلا في عندنا تاني التيجان التجميليه، دي بيبقى ليها برضو اسباب مهمه بنعملها. لو شفنا مثلا صوره الكراودنج او تزاحم الاسنان، أيوة انا دي بعملها مخصوص لما يبقى في حاله تزاحم للاسنان، ما اقدرش احط فينير مثلا في الحاله دي. في مثلا الفينيرز دي بعملها في حاله الاسنان المتساويه المرصوصه مظبوط. فعلشان كده في انواع كتيره للتجميل هنتعرف عليها اكيد. معانا دكتور الصوره بتاعه تزاحم الاسنان. مثلا الصوره دي انا ما اقدرش، يعني انا لما شفت الكيس دي انا ما اقدرش اعمل هنا مثلا فينيرز، هنا لازم اعمل كراونز اللي هي الطرابيش. في طرابيش تجميليه انا بعملها بس للتجميل، مش بعملها كعلاج. فالتجميل ليه انواع كتير بتبقى على حسب الحاله اللي بتيجي. تمام يا دكتور، يعني حضرتك وضحت لنا جدا التجميل الخطوات بتاعته ايه، الانواع بتاعته انواع كتيره جدا غير خالص اللي احنا كنا عارفينها اللي هي الهيليود سمايل والتبييض والفينير والحاجات دي. دي اللي احنا حافظينها او ده اللي بيتسوق على السوشيال ميديا. ده انا عايزه اقول لك ان لون اللثه بيفرق. اوكي يعني ده كمان من داخل من انواع التجميل اللي طبعًا هو طبعًا. توريد اللثه. بالظبط، توريد اللثه ده مهم جدا، وناس بتيجي مخصوص عشانه. مثلا التدخين اللي في ناس بتبقى بشرتها اللي هي الناس اصحاب البشره السمراء بيبقى ليها بشر حتى لون اللثه بيبقى غامق شويه. لما بنعمل توريد اللثه وتوريد الشفايف بالليزر ده بيدي نتيجه مبهره، العين ما بيبقاش مصدق وما فيش لا التهابات ولا تورم ولا نزيف ولا اي حاجه بيشوفها زي ما كان بيشوف في الجراحات قبل كده. فالليزر طبعا عمل نقله رهيبه في مجال التجميل في مصر. فعلا هو الليزر كده سهل حاجات كتيره جدا للاسنان، وسهل العلاج كتير قوي جداً. وبعدين خلى الابتسامه بتاعتنا بقى هتبقى شكلها احلى في وقت اسرع. ده حقيقي، ده لان فعلاً. هي مش هتاخد معانا وقت كتير. بالزبط. انا مش محتاجه اروح جلسه واثنين وثلاثه عشان خاطر اتعالج واعالج سناني واعالج كل المشاكل اللي عندي عشان خاطر ترجع سناني كويسه او طبيعيه شويه. صح. لا يعني ميرسي يا دكتور لحضرتك. عايزين نعرف بقى يا دكتور امتى ان انا الجا لتبييض الاسنان، وامتى اكون محتاجه اعمل تيجان تجميليه، وامتى اكون محتاجه ان انا اعمل قشور تجميليه. هي بتفرق يعني كل سن مثلا او كل شخص او كل طريقه اسنان او الفك بتاع الانسان بيبقى مختلف مثلا في كل حاجه من الحاجات طبعا. دي طبعًا. يعني انا مثلا لما بيجي لي حد مثلا مدخن او حد مسرف في شرب الكافيين والقهوه والشاي، في الحاله دي مثلا انا ما بختارلوش التبييض، بختار له التركيب اي حاجه تركيب اذا كانت تيجان على حسب رصه اسنانه او فينيرز. لكن انا لما بلاقي مثلا حد اسنانه مرصوصه بشكل جميل ومش متعود يشرب قهوه وشاي كتير، مش مدخن، بعمل له تبييض بالليزر. يعني الصوره دي مثلا دي تبييض بالليزر، يعني شوفي نتيجتها قد ايه جميله وفرقت في كذا لون، يعني كذا درجه في الاسنان، علشان هو مجرد انه محافظ على اسنانه ما بيشربش قهوه وشاي كتير. البيبسي ده مشكله كبيره جدا. ده مشكله في فئه عمريه معينه، مشكله كبيره جدا. ما بيبطلوش يشربوا البيبسي ده عادي، ده ما بين ده ميه. في ناس اصلا ما بتشربش ميه والبيبسي بالنسبه لها ده ميه، ده زي الميه بالظبط، خطر على الاسنان وعلى العظم وعلى كل حاجه. فمثلا لما بيجي لي حد مش بيشرب بيبسي كتير او مدخن شره، طبعا بختار له التبييض بالليزر. تبييض بالليزر نتيجته رائعه وفي زمن قياسي. يعني حضرتك لو تتخيلي ان الجلسه بتاخد، احنا بنحسبها بالدقائق وساعات بالثواني مش بالساعات زي ما كنا بنعمل التبييض زمان. بلس ان التبييض بالليزر بيضيف طبقه من الفلورايد على الاسنان بيحميها من التسوس. فاحنا كده استفدنا ناحيه جماليه وفي نفس الوقت حمايه للاسنان. حمايه للاسنان، يعني كده اول حاجه معانا التبييض ده يبقى كويس جدا للناس اللي ما بتدخنش والناس اللي ما بتشربش بالزبط. بيبسي. يا جماعه احنا ممكن نعمل تبييض اسنان كويس جدا. ايوه ما تشربش بيبسي. اهم حاجه ما نكونش بنشرب بيبسي ولا بندخن. أيوة. دي اهم حاجه. اهم حاجه يعني كده معانا اول نوع تبييض الاسنان ده رايح لمين؟ للناس اللي ما بتدخنش. أيوة. واللي ما بتشربش بيبسي. بالظبط، الناس المحافظه. بالظبط، يعني نحافظ على اسناننا بقى عشان خاطر ايه الموضوع يبقى افضل شويه. طب والنوع الثاني يا دكتور؟ النوع الثاني زي ما قلت لحضرتك التيجان التجميليه دي انا بعملها في حاله
لما بلاقي رصة الأسنان مش مظبوطة، فيها اعوجاج، فيها تزاحم، ساعات بيبقى عدد الأسنان أو عرض الأسنان أكبر من عرض الفك. في الحالة دي بعمل اتجان. دي بتبقى طبعا حالات ما هياش يعني منتشرة كتير، بتبقى نادرة شوية. دلوقتي بقى اللي طالع على الساحة واللي كل الناس نفسها فيه الفينيرز، ده طبعا ده دلوقتي بقى هو اللي متصدر المشهد في تجميل الأسنان. الفينيرز هي القشرة السيراميك اللي هي الإيماكس زي ما احنا شايفينها دلوقتي، بتبقى طبقة من السيراميك، وسيراميك تجميلي مش السيراميك حتى اللي بيتعمل منه الطرابيش العادية. دي بتبقى سمكها من 0.2 يعني 2/10 من الملي لنص ملي، ده أقصى تخن ليها أو سمك ليها. دي بتتحط على الأسنان بعد تحضير معين، بعد ما بعمل طبعا أناليسز ودراسة للابتسامة بتاعت المريض، وبنلزقها على الأسنان، وبتبقى لزقها طبعا ثابت جدا. دي لا بتتأثر بقى ببيبسي ولا بتتأثر بتدخين، دي ميزتها طبعا هايلة وكل الناس بتفضلها، لأن هي حاجة بتعيش العمر كله ونتيجتها جميلة وبتفضل محتفظة بلونها وبلمعتها. طب وهي يا دكتور يعني هو سؤال بس كده عشان انا يعني فضوليه شويه، اتفضلي. هو الفينير ده يعني لو مثلا اكلت حاجه كسرتها يعني البندق واللوز بقى والرمضان انت جيتي بقى في حاجه مهمه جدا جدا. الفينير يعني مثلا انا هقول لحضرتك الحاله دي، مثلا دي انا كنت عاملاها، بصي مثلا الكيس دي او المريضه دي كانت اسنانها، هي بتشتكي من ايه؟ هي اسنانها جميله جدا ومرصوصه حلوه جدا، هي كانت بتشتكي زي ما حضرتك بتقولي انها بتحب تاكل لب وسوداني ومكسرات كتير، فحصل عندها زي تعرجات في حرف الاسنان او زي شرشره في حرف الاسنان، فجت تعمل موضوع الفينيرز. عملنا ايه بقى؟ ده اللي انا بقوله بقى يا جماعه، الطب التجميلي اللي مقترن بالوظيفه، يعني انا مش بعمل تجميل بس قد ما انا بخلي بالي من الوظيفه. ان انا ما لازم بعمل دراسه الاول، انا هوري حضرتك في الفيديو اللي جاي ازاي انا بدرس الحاله وازاي بشوف ايه المشاكل اللي بتواجهها، ودي الجلسه اللي قلت لحضرتك عليها ان انا بقعد مع المريض وبشوف ايه الهابتس بتاعته، بيحب يعمل ايه اكتر حاجه باسنانه، بيحب ياكل ايه. في ناس مثلا زي ما حضرتك قلتي بتحب تاكل مكسرات وحاجات ناشفه، في الحاله دي انا بختار لهم تحضير معين للفينيرز علشان الموضوع زي ما شفنا هنا مثلا. تمام يا دكتوره، هنطلع على الفيديو ونشوف محتاجين حضرتك تشرح لنا بقى الفيديو ده. انا طبعا بعمل هنا اناليسز لبق العيان اكني قاعده جوه بقه بتكنولوجي جديده 3D dimensions، ببقى زي ما حضرتك شايفه بعمل اناليسز لكل حاجه، وبقدر اطلع كل اماكن الضغط اللي على السنان. مثلا زي ما حضرتك قلتي انا بحب مثلا اكل مكسرات كتير، انا بخليكي تاكلي قدامي والبروجرام بيعمل لي حركه بالظبط مماثله للمضغ، بحيث ان انا بحكم عليه انا الحتت اللي هتواجهني فيها ضغط جامد او فيها تكسير ممكن يحصل، وبحضر الفينير بحيث انها ما تلمسش الاماكن دي. هو ده التكنولوجي بقى، وهو ده التقنيات الجديده اللي قلنا عليها. احنا دلوقتي الحمد لله في مركز تو سمايل بنواكب احدث الوسائل التكنولوجيه في كل حاجه، يعني كل ابديت بيحصل في اي بروجرام او في اي جهاز زي البروجرام اللي حضرتك شايفاه ده يعني ناس كتير جدا يعني ممكن تكون ما بتعرفش عنه حاجه او ما بتستعملوش، هو ده اللي بيضمن لي نجاح التركيبات والفينيرز. ده مش للفينيرز بس، يعني احنا حتى تركيباتنا بنعملها بتقنيه 3D، بحيث ان انا ببقى اكني فعلا شايفه بق المريض وهو بيمضغ وهو بيضغط وهو بياكل، حتى هو قاعد ساكت كل حاجه ببقى اكني شايفاه وقاعده جوه الفم ده. بقدر احسب بقى طبعا البريشر او القوه اللي نازله على نقط معينه، النقط دي هي اللي انا بحاول اتلافاها في التركيب، بحيث ان ما تبقاش هي دي نقطه الضعف والكسر اللي تحصل في التركيبات او الفينيرز، فما تحصل لناش مشكله طبعا بالزبط. وبعد ما نركب الفينير بعد كده نلاقي بعد فتره وقعت انه اتكسر او اتشرخ، وده على فكره بيجي لنا كتير جدا الموضوع ده، ان مثلا تقولك انا اكلت حاجه ولقيتها وقعت. طب ما هو ايه السبب؟ ان ما اتعملش من الاول دراسه للاماكن اللي عليها ضغط. علشان انا بيجي لي مثلا ناس تقول لي انا صاحبتي ركبت الفينير في 3 ايام، هي جلسه كشف وجلسه بروفا وجلسه استلام، طب فين الدراسه اللي اتعملت؟ فين التقنيات العاليه اللي استعملتها علشان تضمن العمر الطويل للفينير ده؟
هي دي بقى النقطة اللي احنا الحمد لله بنتميز بيها، ان عندنا الموضوع ده احنا يعني لينا باع طويل جدا فيه يعني الحمد احنا لله. نعتبر ان دي نصيحة من حضرتك ان لازم اي حد قبل ما يعمل فينير لازم يروح لمكان يكون متخصص في بالظبط الموضوع، اللي هو يعرف يشوف انت محتاج ايه بالظبط، ويعرف يحدد ايه نقط القوة والضعف في اسنانك عشان يقدر بالظبط. يعمل ده. طبعا احنا مش هندور ومش هنروح بعيد، احنا هنروح عند تو سمايل نعمل عندهم ده، اهلا عشان بيك. خلاص هم موفرين لنا كل حاجة عندهم، يعني تعقيم عندهم، ادوات عندهم، كل حاجة موجودة. فاحنا هنروح طبعا للايد السحرية دكتورة هبة، ربنا يخليك. واحنا بنشكر حضرتك جدا يا ميرسي دكتور النهارده ميرسي معانا على ميرسي، الفقره الجميله ديت، والمعلومات متشكرة اللي جدا. يا رب ان شاء الله يكون جمهور الصحه والجمال كله استفاد بيها، ومشاهدينا طبعا في اي مكان بيتفرجوا علينا ميرسي يا ليكي رب خالص، يكونوا شكرا يا استفادوا. رنا، واحنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتوره هبه شكرا جدا. النهارده، ويعني كانت معلومات جميله جدا ميرسي، ومفيده. ربنا ميرسي جدا يخليك، لحضرتك، وان شكرا شاء يا الله رنا، نشوف حضرتك في وقت قريب. ميرسي، ميرسي شكرا يا دكتوره شكرا يا رنا، لحضرتك. ميرسي خالص، شكرا. فاصل وهنرجع لكم تاني مع دكتوره علاء.